السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد. اليوم غادي ندير معكم حلوى ديال سانتير بمناسبه رمضان. هي راه كتجي ناجحه البنات، كتصدق الحلوى هذه اللي كتجي ساهله، وكنحضروها بمكونات اللي هي بسيطه اللي متواجده في كل بيت، وما كتشدش لينا الوقت بزاف. كيفاش كتجي البنات؟ كتجي رائعه البنات، جربوها. صافي البنات كيفاش كتجي؟ بقاو معايا البنات باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا غادي نحتاج فيها عندي معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره ديال خميرات الحلويات، عندي معلقه كبيره ديال الزبده، زوج ملاعق كبار ديال ما زهر، عندي صفر بيضه واحده صفر، وعندي الماء دافي لجمع الخليط، وعندي قبصة ديال الملح. هنا عندي نص كيلو ديال الطحين، هكا غادي نضيف ليه ديك المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف القرفه والخميره الحلويات. صافي غادي ندخل ديك الزبده في الطحين مزيان. اللي بغات دير نافع مطحون تزيدو، ولا زنجله مطحون، ولا انا اكتفيت غير بالقرفه، نتوما يبقى لكم الاختيار، تضيفوا اي حاجه، حبه حلاوه مطحونه ولا اللي بغيتو. غادي ندخل هكا الزبده مزيان في الطحين، غادي نضيف اصفر بيضة، غادي نزيد زوج ملاعق كبار ديال ما زهر. صافي غادي نجمع العجين بالماء دافي، صافي غادي ندلكها مزيان. بعد ما جمعتها بالماء دافي غادي ندلكها، ندلكوها مزيان باش تجي هشيشه. غادي نبقى ندلكها مزيان بهذه الطريقه حتى تطلق مزيان. صافي هاني من بعد ما دلكتها مزيان ولا ترطبه، هنا غادي نديرها على شكل كويرات. ديروا الحجم على حساب الطاجينه ديالكم، واش كبيره ولا صغيره. الطاجينه اللي كنطيبوا فيها المسمن، اللي عندكم كبيره كبروا الكويرات، اللي عندكم صغيره صغروهم. صافي ها حنا درناهم كويرات بحال هذا الشكل، هذا كل وحده دير على شكل علاقه الطاجينه اللي عندها. المهم غادي نغطيهم باش يرتاحوا شويه، باش في الساعه يتسرحوا لينا. صافي البنات بعد ما خليتها ترتاح شويه غادي نجيب مايزينا، كنستعمل مايزينا باش تجي هشيشه. اللي بغى يدير شويه ديال الزيت يدير، المهم انا درت مايزينا. صافي نسرحوها بالدلاك ولا تسرحوها بيديكم، يعني بحال المسمن بحال هكا كيف ما بغيتو. غادي نسرحها مزيان، صافي هنايا سرحتها مزيان هكا، درت هاد شويه بالزيت، غير شويه ديال الزيت، نسرحوها حتى يبان لينا سطح العمل كما راكم تشوفوا. غادي نهزها ونحطها في الطاجينه على هكا، غير نحطوها نقلبوها تكون عاد على هكا. صافي غادي نحيدوها غير بحال هكا، تكون دي بحال كتانه مرخوفه. صافي نحيدها، صافي ندير واحد البلاطو، ندير وحده فوق وحده بحال هكا، نبقى نغطيهم بواحد السربيته باش ما يكرموش لينا.
صافي كنمشي بنفس الطريقه، عاود غادي نهز هادي عاود هذا حتى نحطها في الطاجينه. صافي هنا من بعد ما طيبتهم كاملين كملتهم كنحصل على هاد الورقه هادي تكون رطبه بحال هكا، غادي نلويوها بهذا الشكل بحال هكا، ما نزيروش عليها غير مخوفه في الاخير نجيبو شويه ديال الطحين نديرو فيه شويه ديال الماء يجي بحال البوماد بحال هكا. صافي ونسخو به في التالي ديال العجينه بحال هكا باش ما تحلش لينا غير شويه وصافي. بحال هكا نحصلو على هذا الشكل هذا، نحطوهم عليه بحال هكا بحال هادو. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، ها هي واحده اخرى بحال هكا. لويوي بلاتي ما نزي ما تجيش مزيره بزاف. صافي ونسدوها بالعجينه اللي وجدنا الماء والدقيق. صافي كتجي ساهله. غادي نستمر اخواتاتي بهذه الطريقه هذه تنسى ليهم. صافي من بعد ما كملتهم غادي نقصهم، غادي نحيد هاد الطروفه هادو. وكما بغيتو كما بغيتو تقصوهم، بغيتو ديروهم مربعات ديروهم مربعات، انا غادي نديرهم بشكل مائل بحال هكا بهذا الشكل هذا يجي بحال هكا. بغيتي ديروهم قد قد اللي درتوها الاولى تعبروا عليها بحال هكا، بغيتو ديروا عينكم ميزانكم. معليش انا غادي ندير عيني ميزاني بحال هكا، غادي نمشيو هكي حتى نكملهم كاملين كيفاش كيجيو. غادي نعاود لواحد اخر نحيد هذا اللي كيكون في الطرف. صافي وبقى نمشي بشكل مائل بحال هكا. صافي المهم غادي نستمر كامل حتى نكملهم ونبدي نقلي فيهم. صافي من بعد ما كملت التقطاع يرجع لهاد الشكل. هادو غير طروفة، نتوما الا بغيتو توت وشي فشي تا الطروفة ديروهم ديروهم ما كاين مشكل. انا جبت مقلاة درت فيها الزيت زبت طيب، وهنا عندي العسل ها هي. صافي نقص البوطة ونبقى نحط في المقلاة بحال هكا. صافي نحط الكمية اللي غادي تهزينا المقلاة نخليوها طير مزيان من التحت حمر عاد نقلبوهم. صافي حتى يبداو يتحمروا من التحت نقلبو فيهم بحال هكا. نقصوا العافيه البنات باش ما تطيبش غير من برا، حتى من الداخل طيب مزيان. صافي من بعد ما يطيبو غادي نهزهم ونحطهم هنايا في العسل. صافي غادي نخليهم يشربوا العسل على ما تطيب ليا المقلاة الأخرى. تبقاو تقلبوها بحال هكا باش تحمر بزوج جوايه، ونقصو البوطة غير شوية. وصافي باش تعرفوا العجينة جاتلكم ناجحة شتو هاد البواقات هادو كتبقى تبوق، ما تعرفوا العجينة راها مزيانة يعني كتجي هشيشة ما كتجيش معجنة لداخل. صافي غادي نقص العافية نخليها تطيب على خاطرها.
البصله الاخرانيه درتها في العسل، ها هي، وهنا درت فيها اللي درتها في العسل، درت عليها شويه ديال السنجلان. وفي الاخيره البنات ها هي الحلوه ديالنا لصندير، كيفاش جات؟ جات رائعه البنات، جات مقروشه كما راكم تشوفوا. غير جربوها البنات، راه كتجي ناجحه، كتجي فتيه هكما راكم تشوفوا بعينيكم البنات. وفي الاخيره البنات نقول لكم بالسلامه عليكم، تهلاو في ريوسكم ومع السلامه، وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه.